اول حاجه بنعملها في الزهره ان احنا بنشوف البريانس هو ديفرنشيتد ولا ان ديفرنشيتد. فهنا واضح قدامي ان في جزء اخضر ده الكيليكس، والجزء الاصفر ده الكرولا، يعني معنى كده ان البريانس مميز لكيليكس وكرولا. تاني حاجه بنشوف السيبلز ديت، بنعدها ادي 1 2 3 4 5 سيبلات. الكرولا نفس الكلام، لو جينا بصينا عليها هنلاقي 1 2 3 4 5. معنى كده ان الزهره ديت بنت ميرس فلاور، ودي معلومه مهمه جدا ان الزهره دي تبع الدايكوتس، لان الدايكوتس تترا اور بنت ميرس فلاور. بعد كده بنشوف الكورولا، نمسكها كده مع بعض ونفكها من الزهره بالطريقه دي. لو الكورولا نزلت از وان يونت يبقى معنى كده انها جامو بتلص وعامله كورولا تيوب طويله. الجزء الثاني اللي في ايدينا هنسيبه لان هو فيه جزء مهم اللي هو الجينيسيوم. نمسك الكورولا ونبتدي نفتحها علشان نشوف ايه اللي جواها. نشوف الكورولا ايه اللي جواها بالطريقه دي، لقينا ان فيها ستيمنز، نفتحها للاخر. لقينا في ستيمن 2 3 4 ستيمنز. لو ركزنا شوية هنلاقي فيه فتلة صغيرة كده، في الجزء ده باينة هنا اهي الفتلة الصغيرة دي، دي سترايل ستيمن. يبقى في 4 فرتايل ستيمنز فيهم انثر، وفي واحدة ستامينود او سترايل ستيمن. الستيمنز دي طلع على البتلات عشان كده بنقول عليها ايبي بيتلس. خلصنا فحص الكورولا والاندروسيوم، نمسك الجزء اللي فاضل نفتح السبلات بالطريقة دي عشان نشوف ايه اللي جواه. ادي السبلات اهي فتحتها، لقيت في جزء اخضر منتفخ، ده الاوفري، وادي الستايل، واللي فوق خالص دي الستايل. الاوفري هنا كان متداري مستخبي بالسبلات، معنى كده ان السبلات طلع في مستوى اسفل من الاوفري ومغطياه، وده بيدل على ان الاوفري سوبيريور والزهره هايبوجينوس. المفروض اخد تي اس في الاوفري عشان اشوف عدد القرابل وعدد المساكن والوضع المشيمي. الاستجمة هنا متفرع الفرعين، يبقى معنى كده ان في قربلتين في الاوفري، ادي الاستجمة فرعين اهم، يبقى معنى كده ان الاوفري قربلتين وفي حاجز في النص، يعني معنى كده ان البلاسنتيشن اكزايل. الفاميلي ديت فاميلي بيجنونيسي. حاجة في الزهرة بشوفها البيريانس مميز لكيليكس وكرولا ولا لا، لقيت الجزء اللي تحت ده اخضر يبقى ده الكيليكس، والجزء الملون الاحمر ده يبقى دي كرولا. إذن البيريانس ديفرنشيتد انتو كيليكس اند كرولا. بعد ما بشوف المعلومة دي بعد السبلات والبتلات، بلاقي السبلات 1 2 3 4 5، البتلات نفس الكلام 1 2 3 4 5. يبقى الزهرة دي بنتا ميرس فلاور، والمعلومة دي مهمة لأن بتعرفني إن النبات ده دايكوتيليدوني من النوع الدايكوتس. بمسك البيتلز مع بعضها كده الكورولا ككل وبشدها بالطريقة دي. لو نزلت أزا وان يونت يبقى هي جامو بيتلس، نزلت أزا وان يونت يبقى البتلات ملتحمة، مش ملتحمة التحام عادي، دي كمان عاملة كورولا تيوب، عاملة أنبوبة بتلية. همسك الجزء دوت الكورولا وابتدي أفتحها بالدبوس بالطريقة دي عشان اشوف ايه اللي جواها. لقيت الجزء اللي جواها بالمنظر ده، لقيت ستيمنز، ادي الفيلمنت والانثر 1 2 3 4 5. طبعا البتاع اللي جوه دوت ده الستايل والاستجمة، تمام؟ يبقى معنى كده في 5 ستيمنز هنا، والخمسة فرتايل مش زي اللي فاتت، الخمسة كلهم فيهم انثرة واحد، يبقى الخمسة فرتايل وطلعوا مع البتلات، يبقى الستيمنز ابي بتلس. كل دي معلومات بتبان في الرسم الفلورال ديجرام وبتبان في القانون الزهري. خلصنا من الكورولا والاندروسيوم،
تعالوا نشوف الجاينيسم. الجاينيسم هنلاقي الأوفري بين السبلات كده، نفتح السبلات بالراحة، لقينا الأوفري ابتدى يظهر الطريقة دي. ادي الأوفري الجزء الأخضر ده، يبقى ده الأوفري وكانت لازقة فوقيه الستايل والاستجمر. لو جينا بصينا على الأوفري وخدنا تي اس فيها، هنلاقي فيها تو كاربلز والبلاسينتا منتفخة، نقول عليها سوولن بلاسينتا، والوضع المشيمي اكزايل. جيب طماطمية في البيت وخد بالسكينة تي اس فيها، هتلاقي المنظر بتاع الأوفري بالظبط زي الزهرة اللي في ايدينا. لو جيت بصيت على الاستجمة دي هتلاقيها لونها أخضر، ولما أجي ألمسها لإبرة التشريح كده شايفين بتلزق إزاي؟ شايفين لزقت إزاي؟ يبقى معنى كده إن الاستجمة دي فيها صفة غريبة بنقول عليها جرين كابيتيت ستيكي ستجمة. يبقى الاستجمة دي بتكون لزجة ستيكي بدليل إنها لزقت في إبرة التشريح أهي، ولونها أخضر وكابيتيت قرصية. العلامة دي مع علامة السولن بلاسينتا مميزة لفاميلي اسمها فاميلي سولانيسي. زي ما متعودين بشوف أول حاجة البيريانس مميز لكيليكس وكرولا ولا غير مميز، ديفرنشيتد ولا غير ولا عنده ديفرنشيتد. لقيت إن البيريانس هنا ديفرنشيتد لكيليكس وكرولا، كيليكس اللي لونه أخضر ده وكرولا. في محيط تاني فوق الكيليكس اسمه إيبي كيليكس، مش مهم، ملناش دعوة. بعد كده بعد الوحدات بتاعة السبلز اللي هي الكيليكس، 1 2 3 4 5، كرولا نفس الكلام 1 2 3 4 5، وفي تراقب كونتورتد استيفيشن. الكرولا الخمسه دول، الخمس بتلات دول مع الخمسه سيبلز عرفوني ان الزهره بنتاميرس، يعني النبات ده تبع الدايكوتيليدوني، هيفيدني في طريقه الرسم. الكرولا بمسكها بالطريقه دي وبفكها كده، فكت الكرولا معايا ونزلت، بس هي متفتحه بعيد عن بعضها، هي منفصله بالطريقه دي. يبقى معنى كده ان البتلات دي جامو بيتلس ولا بولي بيتلس؟ بولي بيتلس هي اللي خلاهم مشتركين مع بعض، ان الاستيمنز ملتحمه مع بعضها. لو بصينا على البتلات اللي هي سايبه بولي بيتلس، عرفنا المعلومه دي خلاص. تعالوا نشوف الاستيمنز عامله ايه. الاستيمنز شكلها غريب شويه، استيمنز كتيره قوي بس ملتحمه في مجموعه واحده، بنقول على الموضوع ده على الشكل ده مونادلفس ستيمينال تيوب. الستيمنز ملتحمه في مجموعه ثنائيه واحده فاسمها مونادلفس ستيمينال تيوب، ودي علامه لعيله اسمها فاميلي مالفيسي. عرفنا ان الستيمنز ان عددها كبير وملتحمه في مجموعه واحده، ودي علامه المالفيسي. تعالوا نشوف كيف رسمها. طيب هنشوفها بعدين، هنشوف الرسمه بتاعتها عامله ازاي. بعد كده نشوف الاوفري في النص اهو، ده شكل الاوفري بيبقى مبطط شويه. لما نيجي ناخد فيه تي اس بيبان ان هو عدد القرابل بتاعته عديده، وعدد المساكن اللوكلز برضه عديده، والبلاسنتيشن من نوع الاكزاير. انا كده هشرح الزهره دي، والزهره دي المنظر النوره بالمنظر ده كده، ودي تبع فاميلي فيربنيس. باخد الزهره الواحده اهي، بلاقي فيه جزء سفلي تحت اللي هو الكيليكس عباره عن قب، والكورولا بالمنظر ده. الكورولا ديت هي تبان انها اربع وحدات، بس في وحده عريضه شويه، يعني اتنين بتلتين لازقين في بعض، فيبقى خمس وحدات. فالزهره دي بنتاميرس في الاول. المفروض بعد كده هاجي افصل ما بين الكيليكس والكورولا، وافتح الكورولا عشان اشوف فيها أربعة ستيمنز، مش هتبان طبعا الأربعة ستيمنز اللي جوه. لكن في حاجة باينة، صفة باينة واضحة جدا، إن الكورولا تيوب دي كيرفد، يعني جايقة في انحراف كده في القمة كده بتاع الكورولا تيوب. فالكيرفد كورولا تيوب دي مع بقية صفات الزهرة دي اللي بتعرفني إنها فاميلي فيربنيس، يبقى تعتبر الدياجنوستيك كاركتر أو الكي كاركتر كيرفد كورولا تيوب للفاميلي فيربنيس.